وللاقتراب من الصورة أكثر ولمزيد من المتابعة بينضم إلينا من نيويورك الزميل مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري هناك. يعني مصطفى، انقل لنا الأجواء وكذلك الاستعدادات عندك وعموم الولايات التي زرتها. تحياتي إليك حكمت والسادة مشاهدي التلفزيون المصري. الصورة هنا مختلفة تماما عما يمكن أن نشاهده في بعض الولايات، لكن الشاهد في هذه القصة حكمت، وهي الانتخابات الأمريكية، انتخابات الرئاسة 2024، ربما تكون مختلفة بعض الشيء عن سابقتها. فهذه الانتخابات تأتي على صفيح ساخن وفي ظل أقاليم مضطربة ومختلفة وبها حروب مختلفة وكثيرة، لكن دعيني أنقل لك الصورة مباشرة من الداخل وعن القضايا المثارة والمطروحة للنقاش سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. لكن قبل أن أنقل لك الصورة مباشرة، دعيني أقول أن هناك تنافس مستمر متبقي ما يقرب من 48 ساعة على اليوم الكبير أو يوم الثلاثاء الكبير، وهو الانتخابات في الخامس من الشهر الجاري. الكل هنا يعمل على قدم طاق في الحملات الخاصة بالمرشحين سواء لهارس أو لترامب، والشاهد في القصة هناك أصوات للعرب وهي ربما تكون فاصلة في هذه الانتخابات. حكمة، العرب ما زالوا حتى هذه اللحظة أصواتهم متأرجحة تماما كما يطلق على الجدار الأزرق أو الجدار العازل في السبع ولايات المختلفة والتي بتأتي على رأس هذه الولايات، ولاية بنسلفانيا. زار ترامب وتحدث مع العمال هناك، وتحدث أيضا أنه قادر على رأب الصدع وإيقاف الحروب في الشرق الأوسط وفي العالم، بالإضافة لتحدثه عن الجانب الاقتصادي، وقال أنه قادر على إنقاذ أمريكا من الانهيار الاقتصادي. لكن إذا تحدثنا عن مجمل ما يدور في الشارع الأمريكي، العرب الآن لديهم صوت، وربما يكون هذا الصوت محدد، وربما أيضا يكون فارق في هذه الانتخابات. وربما أيضا يرجح كفة مرشح على حساب الآخر. أصبح للداخل الأمريكي أو الداخل العربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية صوت مسموع. القصة كبيرة ومختلفة هذه المرة، والحديث أكثر عن قضايا الشرق الأوسط، قضية غزة وقضية لبنان وإيران وكل ما يدور من حروب في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولها دور كبير في إيقاف هذه الحروب. جانب آخر الحديث في الداخل الأمريكي وهو عن الضرائب وعن قضايا مثل الإجهاض وقضايا مثل المثلية الجنسية وقضايا مختلفة. ربما يكون المرشحين للرئاسة الأمريكية لديهم أبعاد مختلفة في مناقشة هذه القضايا بصورة أو أخرى. الجميع هنا يتحدث عن أن هذه الانتخابات فارقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن التكهن بمن سيفوز بهذه الانتخابات، حتى باستطلاعات الرأي التي تحدثت عن من يمكن أن يقدم روشتة لخروج الأزمات الاقتصادية المتتالية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك بعض الآراء المتحيزة والتي طالت بمنشطات رسمية ظهرت في بعض الصحف العالمية. قالت أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب هو الأقرب للكرسي، كرسي البيت الأبيض، لما له من تاريخ ولما له من إدارة سابقة. وبالإضافة أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلالها من 250 عام لم تنتخب امرأة حتى الآن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن هناك سوى كامالا هاريس وهيلاري كلينتون مرشحات للحزب الخاص بهما، ولكن في حتى هذه اللحظات هناك أصوات مختلفة. ولكن يعني الوقت القليل المتبقي سننقل وسنتابع الصورة أكيد بكل تأكيد. أكيد الزميل مصطفى ميزار أوفيت الصورة من نيويورك موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.